واش العشرة، السلام عليكم، معكم مهدي مسعيد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم تحت الطلب، غادي نقاد لكم خبزه ديال البانكيك. بزاف ديال الناس عندي في لاباج فيسبوك ولا انستغرام تيديروا ستوريات تنفطر بالبانكيك، قال لي ضروري خاص تقاد لينا. سمحوا لي تنصور لكم عريان، كان بسيط عشان نمشي نبدل الحوايج وكذا، ولكن راني خدام ما عنديش الوقت، قلت نقاد فطوري في نفس الوقت نصور لكم لا فيديو. على بركه الله، شنو تحتاجوا المقادير ديال البانكيك؟ اجوا معايا تشوفوا. تنحتاجو 5 ديال البيضات، غادي نستعمل غير البيض ديالنا، وعندي هنايا بنانة، واحد شوية ديال الحليب، زيت الزيتون، وزبدة الفول السوداني. المهم اللي نسينا هو الشوفان، غادي نعبر واحد 80 غرام ديال الشوفان. فوالا، وهذه غادي نديرها كامل شي كامل مونينيس. واحسن حاجه تقدر تدوز بها الخبزه ديال البانكيك هو عصير عندك فطور متشكل. هادو ليمون ديالنا الا ما سخنات لينا القيلة، ونو ولد ونو
كيك راه كرهه طيب اجي معايا شوف اش نتا دير تدير واحد النقيط ملي تدير هاد النقيط على فرا بدا تطيب تتسناها تتنقط هاد من بعد غادي نقلبوها غادي تشوفوا ديك المرحله كيفاش غادي تبلى فوالا الدراري كما تشوفوا معنا الخبيزات ديال البانكيك ديالنا وجدوا فوالا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه 80 غرام ديال الشوفان عطاتني تقريبا شي ربعه الخبيزات دابا غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال العسل باش يجيو بنانين على حساب داكشي اللي بغيتو وانا والويزات راكم عارفين ايوا ضروري خاصني ندوز بالليمون خويا ولا اختي الا عجبك الفيديو وراك جيم وكومونتير بارطاجي مع العشران ديالك وهاد الوجبه هادي راه مزيانه للناس اللي ضعاف وبغاو يغلاضوا يطلعوا الكونتيتي ديال الشوفان اولا الا كانوا غلاضوا وبغاو يضعافوا يهبطوا الكونتيتي ديال الشوفان هذا هو البلان بيس